روح إلى أفريقيا، حيث تتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى، والرئيس عبد الفتاح السيسي ذهب إلى أديس أبابا في أثيوبيا ليتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي. طبعا دي فرصة طيبة جدا لمصر. خلي بالك الاتحاد الأفريقي ده كان معلق عضوية مصر سنة 2013 بعد ثورة يونيو المجيدة، لكن النهاردة بتعود مصر الاسم الكبير إلى أحضان أفريقيا وأفريقيا إلى أحضان مصر. خلينا نتكلم بمنتهى الموضوعية ونقول إن الملف الأفريقي، إنجاز تعبير كلمة الملف، كان ملفا هامشيا طوال 4 عقود مضت، الرئيس السادات لم يهتم به ثم الرئيس الأسبق حسني مبارك. شايف إحنا كده بنعود إلى أفريقيا يا أستاذ محمد بعد أن أهملناها سنوات؟ شايف إن إحنا عندنا في المقابل عندنا لجنة شؤون الأفريقية في البرلمان، هل تقترح مثلا أن يكون لدينا وزارة دولة للشؤون الأفريقية مثل ما كان يتولاها دكتور بطرس غالي؟ بص، هو احنا عملنا كام اجراء صح في الفتره الـ4 سنين اللي فاتوا. احنا كان الملحوظه بس قريتها في الملف اللي هو مصر يوم عملناه النهارده، ان مصر اخر مره ترأست الاتحاد الافريقي من 25 سنه، وكان زي ما انت بتقول كان بمسمى اخر. انما عايز اقول لك للتغيرات اللي حصلت قبيل وصول مصر الى رئاسه الاتحاد الافريقي، كان في اكتر من لخبطه فوق. هقول لك نموذجين. نموذج ان كان في شغل مثلا في ملف النيل على سبيل المثال، كان في وزاره الري وفي الخارجيه والمخابرات العامه. هل كان في فتره من الفترات مين اللي كان بيدير الليله؟ مين اللي كان الاقوى؟ مين اللي بيخطا؟ مين اللي بيعمل انجاز ومين اللي بيصلح؟ بالرغم يعني جوده الاداء في عهد مبارك او على الاقل لغايه 95 اللي هي حادث اديس ابابا، مظبوط 95؟ نعم. كان في، لكن بعد كده حصل نوع من اللخبطه. مفيش اهتمام من السيسي، من الرئيس مبارك، رئيس الاسبق مبارك، وبالتالي كل واحد بيشتغل لوحده. فحصلت الاخطاء الكثيره جدا جدا في حوض النيل وفي افريقيا، وزادت نفوذ اثيوبيا شويه، نفوذ نيجيريا شويه، نفوذ الهائل لجنوب افريقيا شويه، فبقيت انت تراجعت. ودول الشمال افريقيا حتى كانت اهانة تقوى، ليبيا على سبيل المثال كان لي ايام القذافي، والجزائر على سبيل المثال. انما في فتره من الفترات ده كان الخطا الثاني اللي كنت بتعمله، سمعتها من احلى التعبيرات اللي سمعتها من وزير، من سفير ذكي جدا وهائل جدا وفخر لمصر شغال في الملف ده في افريقيا، ان كان في فتره من الفترات في قبل 2013 السفير الغير مرضي عنه او اللي طالع على المعاش او اللي واخد عقوبه او اللي يعني ملفه نص ونص يروح ينهي حياته في افريقيا. يروح افريقيا؟ يروح افريقيا. ونماذج كتيره جدا زي الصعيد عندنا، زي الصعيد عندنا زي زمان مش دلوقتي. زي الصعيد ايام كان الراجل يتاجر يعمل يقعد جنب اللي عشان ياخد معاش وهيطلع معاش. انما دلوقتي اكفأ سفراء يعملونا في افريقيا. وده نقله مهمه جدا. النقله في تفكير الاداره المصريه، نقله في تفكير الرئاسه، الرئيس سيسي، ونقله في وزير الخارجيه ومن معه. ده هايل جدا. ونقله في عقليه المخابرات العامه. ويعني لدى الأجهزة السيادية المصرية دراية وعمل وشغل كويس جدا في هذه المنطقة. الجزء الآخر، أنت كان زمان مثلا، خلينا نتكلم عن سد النهضة على سبيل المثال، نتكلم كتير جدا عن مشاكل وتعمل والدنيا وأثيوبيا عملت في صمت تام. أنت ما قلتش إن أنا لا قوة ولا الدنيا ولا شغل العنجهية والحنجوري ده حنجوري. اشتغلت صح، وقد يكون ان انت نسقت كويس مع اثيوبيا، مع في تصالح تاريخي بين اثيوبيا واريتريا، استفدت من علاقاتك الخليجيه ماديا واقتصاديا ولوجستيا، بالنسبه لهم حاجه مهمه جدا استراتيجيا، الامارات مش بعيده عن الخليج وعلى اليمن وما الى ذلك، ومع السعوديه بقت في شغل واحد، ما بقاش في الا السودان، والسودان في فتره من الفترات اقتربت منها واستقطبتها بشغل كويس جدا. فاعتقد ان فرصة تاريخية محترمة انك تشتغل في افريقيا، يعني ظرف قبل ما توصل ما كنتش للاول
ببص للرئاسة دي كأنها رئاسة بروتوكولية. مصر ما مصر دولة لازم ده مصر من دول المؤسسة الاتحاد الافريقي مع اثيوبيا وما الى ذلك. خلي بالك يحسب للرئيس السيسي انه بقى اول ما تولى سدة الحكم كانت اول زيارة للدول الافريقية، زار افريقيا اكتر من مرة، دائما في العصور السابقة مبارك والسادات كانت المؤسسات الافريقية بيحضرها وزير او نائب رئيس وزراء. انت النهاردة رأس الدولة هو اللي بيروح يشارك. بالفعل ده 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 صح. الفترة من الفترات ما لم تجد مثلا من بقول لك فترة مبارك ما حضرش قمة أفريقية واحدة منذ حادثة أديس أبابا، ده كان خطر وكان الناس تروح بدون أجندة واضحة. الوقت أنت بتنسق صح، إيدك بتتعاون مع الدول الصديقة بنهيالين سياسيا واقتصاديا من خلال الكوميسا وما غيره، وقدرت تجابه يعني تقطع على الأقل تقلل ايد الاعداء يعني تقللها كويس والنماذج كتير في هذا الأدوار. متفق معك. فاصل قصير وبعد الفاصل غدا فتح الباب للترشح على منصب نقيب الصحفيين وستة أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين. ترى هل ستشهد نقابة الصحفيين انتخابات ساخنة أم ستكون انتخابات هادئة؟ بعد الفاصل تعليق ضيفي الكريم الكاتب الصحفي محمد سيد صالح.